طيب نبتدي يا شباب. يا شباب يا دكتور. ماشي نبدا. طيب سجلوا انتوا، ها اعملوا تسجيل. طيب هنتكلم النهارده على قانون المناقصات، طبعا مش هنخلصه النهارده لكن هنعمل فيه جزء كويس النهارده باذن الله. قانون المناقصات اولا الميد ترم مش هيجي فيه الكلام ده، بدل من الكلام ده مش هيجي، هيجي كله في الايه الاجزاء الاولانيه والايه وقانون الاتصالات ده مبدئيا. يعني قانون الامتحان الميد ترم بيبقى كله مالتيبل تشويس او ترو فولس، يبقى كله مالتيبل تشويس او ترو فولس كويس عشان يبقى كله، وغالبا هتجاوب في ورقه الاسئله، هتجاوب في ورقه الاسئله ماشي. دكتور يعني الميد ترم مش نزل ميعاده عندكم؟ نزل ميعاده يوم الاربعاء بتاع اسبوع الامتحانات. شيء كده على الجدول اللي عندك. شايف كده؟ نعم لسه ما نزلناش جدول الترمات. ازاي ما بتوع ميكاترونكس بيقول معاهم في جدول نازل يا دكتور؟ في جدول لسه نازل، بس دوت مكتوب فيه المواد بتاعت الدفعات كلها. احنا محطوط التشريعات يوم الاربع 6/4 الساعه 12:30. مظبوط كده. مظبوط كده. بس هو الجدول نزل كل الدفعات على بعضها، فاحنا ما عرفناش يعني ان الجدول نزل. هو كاتب كل الدفعات ورا بعض، يعني مش عامل جدول لكل دفعه يعني. فاهم. بس هي خلاص هي يوم الاربعاء 6/4 الساعه 12:30. تمام ماشي يا دكتور. ماشي شباب. اوكي تمام ماشي. طيب. دكتور البي دي اف اللي حضرتك بتشتغل منه هو بتاع السنه اللي فاتت؟ تمام. مش بي دي اف، انا بعت لينك للشباب. تحبوا ان انا ابعته للماجد التاني؟ لا هو انا معايا. يا دكتور بتاع ميكاترونكس بعتوا لي لينك الكتاب. طيب خلاص اللي هو قدامكم ده. ماشي نبدا يا شباب. طيب قانون المناقصات الشباب اللي هو قانون اللي هو بيخص الحكومه لما تشتري حاجه او تبيع حاجه، ايه الحاجات اللي تحكمها؟ يعني الحكومه عايز تشتري عربيات مثلا، ايه بقى يعني هيبعتوا واحد كده ينزل السوق يشتري العربيه ويرجع؟ لا مفيش كده، يعني في قانون بينظم العمليات يا شباب. القانون ده اسمه قانون 89 لسنه 98. اي قانون زي ما قلنا قبل كده بيتم اقتراحه مثلا من الحكومه او من مجلس الشعب او من رئيس الجمهوريه، بيناقشه مجلس الشعب ولغايه لما يتفقوا عليه، لما يتفق مجلس الشعب عليه بيبعتوه لرئيس الجمهوريه يوقعه وينشر في الجريده الرسميه. الجريده الرسميه قلنا اللي هي مين؟ ها؟ حد يفتكر معايا؟ ايه الجريده الرسميه في مصر؟ يا شباب جريده الاهرام. لا مش الاهرام. حضرتك قلتها كده مش معروفه، بتنزل كل فتره بيشتغل. اسمها ايه بقى؟ اسمها جريدة الوقائع المصرية. جريدة الوقائع الرسمية دي بتصدر من أيام محمد علي. من أيام محمد علي. واخد بالك ازاي؟ جريدة الوقائع دي بتصدر بأعداد قليلة وبتلاقيها موجودة في بعض المكتبات في وسط البلد. طبعا بتطبع بأعداد صغيرة جدا، بتهم مين؟ بتهم المحامين والناس اللي شغالين في القانون يعني. لازم عشان يصدر القانون لازم يصدر في الجريده الرسميه ويوقع عليه رئيس الجمهوريه. خدي بالك ازاي؟ ده اي قانون كده لازم يصدر، لازم يكون كده. يعني لازم اولا الاقتراح بتاع القانون بيكون يا من مجلس الشعب يا اما من الحكومه يا اما من رئيس الجمهوريه، ويتم مناقشته وبعدين لما يتوافق عليه يروح لرئيس الجمهوريه يوقعه ويطلع في الجريده الرسميه، في ساعتها يبقى اسمه قانون. زي ما انتم شايفين كده في هنا بعد ما اتنشر في الجريده الرسميه اللي كان موقع عليه الرئيس الاسبق حسني مبارك. فده القانون اللي كان صدر سنه 98. كويس. ايه بقى قانون المناقصات؟ المناقصات يعني ايه؟ بصوا يا شباب من ناحيه المبدا، مناقصه يعني حاجه بتنقص، واضحه قوي في الكلمه يعني. الحكومه لما تحب تشتري حاجه، لما هي تشتري تبقى عايزه تشتري بارخص ما يمكن. لما هي عايزه تبيع تبقى مزايده.
يعني عندها مثلا عربيات مش عايزاها تقوم تعمل عليها مزايده، اللي زي اللي احنا بنسميه في الكلام العادي كده مزاد، بتعمل مزاد، عايزه تبيع باغلى حاجه ممكنه، فهي لما عايزه تبيع تبقى باغلى حاجه ممكنه، لما عايزه تشتري تبقى باقل حاجه ممكنه، يبقى مناقصه ومزايده. معايا يا شباب؟ اوكي. طيب في حاجه اسمها ممارسه. الممارسه هي عباره عن ايه؟ هنجيلها قدام شويه. الممارسه معناها ايه؟ يعني دلوقتي لما بيجي يعملوا مناقصه عايزين مثلا عربيات، مثلا الحكومه عايزه عربيات نقل مثلا، فبتقول عايزين عربيات نقل مواصفاتها 1 2 3 4 10. كويس. الشركات بتقدم الشركه اللي مطابقه للشروط الفنيه او مقبوله فنيا، الشركات المقبوله فنيا ياخدوها ويستدعوا المندوبين بتوع الشركات دي ويشوفوا هل مين فيهم اللي هيقدم اقل سعر ممكن. هو طبعا اي شركه بتقدم بتبقى مقدمه سعر، لكن في حته لو كانت ممارسه بيجيبوها يفصلوا معاها تاني، يقول لك انت قدامنا ثلاث شركات، عربيه نقل دي بتتباع بكام؟ شركة مقدمة ب 500,000، شركة مقدمة ب 480، شركة مقدمة ب 470، يبقى أرخص واحدة 470. بس لو كانت ممارسة، لو كانت مناقصة يبقى خلاص خلصت، يبقى ام 470 تتاخد. لو كانت ممارسة يجيبوا الثلاث شركات دول اللي هم العروض بتاعتهم مقبولة فنيا ويقولوا لهم احنا عايزين نشتري، مين ينقص السعر وهكذا لغايه ما يرسوا على اقل سعر. دي لما تبقى بالمنظر ده يبقى اسمها ممارسه. في القانون ممنوع لو انت قلت انها مناقصه تبقى اقل سعر منتهي، هو ده اللي يتاخد. لو قلت انها ممارسه يبقى بعد ما يتشاف فنيا مين اللي متوافق عليه يجيبوهم يقعدوا معاهم المقبولين فنيا ويعملوا معاهم الممارسه بالمنظر ده. لو انت قلت انها مناقصة زي ما قلت يبقى انتهت. لو قلت انها ممارسة يبقى بعد ما يتفتح الفني ويتوافق عليه يجيبوهم ويعملوا معاهم القصة دي. لكن ممنوع انك تقلب المناقصة للممارسة، ممنوع في القانون. ليه؟ لانك لما بتقول مناقصة يبقى كل شركة بتحط اقل سعر عندها، فمش عاملة حسابها ان لسه هتنقص في السعر مرة تانية، خلاص الموضوع يبقى انتهى بالنسبة لها. لكن لما تقول ممارسة هي بتحط سعر اغلى شويه علشان لما يتعمل الممارسه تنقص السعر مره ثانيه، ده مبدئيا. وهنيجي الحاجات دي بالتفصيل مع بعض شويه. المناقصات بقى اللي بتعرض يا شباب انواع التاليه. في حاجه اسمها مناقصه محدوده. مناقصه محدوده يعني تعرض على شركات محدده، اللي هي الشركات اللي عندها خبره في الموضوع ده. يعني مثلا الحكومة عايزة تعمل كوبري، مش أي شركة مقاولات تعمل كوبري، في شركة مقاولات على قدها كده، كل حكاية إنها تعمل إيه؟ تبني بيت، تبني عمارة، ده أقصى حاجة، لكن تبني كوبري دي عايزة إمكانيات مادية وعايزة معدات وعايزة حاجات كتير مش متوفرة غير في مجموعة محدودة من الشركات، فدي اسمها مناقصة محدودة، يبقى دي بتطرح لمجموعة شركات اللي ليها خبرة في هذا المجال. مناقصة محلية. يعني ايه مناقصه محليه؟ يعني تطرح للشركات اللي موجوده في مصر بس، دي مناقصه محليه. المناقصه العامه تطرح، ممكن تطرح حتى بره، المناقصه العامه ممكن تطرح بره، يعني انت طالب حاجات معينه ممكن تبقى في مصر او تبقى من بره، ممكن كده وكده، لكن محليه يبقى داخل مصر. في بعد كده الممارسه زي اللي قلنا عليها، انك بتشوف المقبول فني وتعمل معاه ممارسه. ممارسة محدودة اللي هي لو هي أصلا كانت لشركات معينة محدودة بس اسمها ممارسة محدودة. في حاجة اسمها الاتفاق المباشر. الاتفاق المباشر يا شباب دي بتبقى أحوال خاصة. أحوال خاصة يعني إيه؟ يعني لو في حاجة ملحة محتاجين ليها بشكل سريع. مثال لو دلوقتي احنا قدامنا بعد أسبوعين في الكلية في امتحانات، فلابد من توافر ورق بشكل كبير، فالورق ده لو هنعمل مناقصة يبقى زي ما هنشوف مع بعض
تعمل اعلان في الجرايد، وبعدين في ناس تقدم العروض، وبعدين يتم فحص العروض، وبعدين يتشاف مين المقبول. يعني المهم شغلانه بتاخد وقت طويل. طب لو انا محتاج زي الكليه كده، محتاجه مثلا بعد اسبوعين كميه ورق كبيره جدا، تعمل ايه؟ لازم تشتري دلوقتي. عشان تشتري دلوقتي اسمها الاتفاق المباشر. اسمها ايه؟ الاتفاق المباشر او الامر المباشر. يعني من سلطه رئيس المكان، لو مثلا في الكليه عميد الكليه، في الجامعه رئيس الجامعه، في الوزاره يبقى الوزير، وهكذا، انه يشتري بشكل مباشر من السوق من غير ما يعمل مناقصه. بس الحقيقه مش لدرجه، لا، هو بياخد بقى ايه؟ عروض اسعار من شركات، عروض اسعار من شركات، وياخد ارخص واحده في عروض شركات، وياخد قرار بالشراء مباشر. مش بيعمل اجراءات المناقصه اللي هنشوفها دلوقتي. مش هيعمل اجراءات المناقصه، قدامه ثلاث ورقات. الشركه دي بتقول مثلا رزمه الورق ب 45 جنيه، دي بتقول رزمه الورق ب 47 جنيه، دي بتقول رزمه الورق ب 43 جنيه، وكلهم مطابقين للمواصفات اللي احنا عايزينها. يبقى هناخده ب 43 جنيه. يشترط ان الاسعار تبقى في الحدود المعقوله. يعني لما تيجي تعمل الامر المباشر، يعني ما ينفعش عشان بالامر المباشر اشتري رزمه الورق ب 100 جنيه، لا. ده معروف ان سعر رزمه الورق في رينج 50 جنيه لازم تبقى في الحدود، والا اللي بياخد القرار ده ممكن يتعاقب ويتم التحقيق معاه ويبقى فيها مساءله جنائيه يعني. فدي كلمه الايه؟ الاتفاق المباشر، ولها قيود هنناقشها دلوقتي. زي ما قلت، لا يجوز في اي حال من الاحوال تحويل المناقصه لممارسه. ما ينفعش. لان الممارسه انت بتجيب الناس وتفاصل معاهم يعني. طيب، تخضع كل من المناقصه والممارسه العامه للمبادئ الاعلانيه وتكافؤ الفرص. كل حاجه لازم تبقى مكشوفه يعني. يكون التعاقد، احنا طبعا اتفقنا ان احنا علينا الحاجات اللي متخططه تحتها بس. يكون التعاقد بطريق المناقصه المحدوده في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصه على موردين او مقاولين او مستشاريين بذواتهم، يعني ليهم خبرات. دي المناقصه الايه؟ المحدوده. دي المناقصه المحدوده. يكون التعاقد بطريق المناقصه المحليه، شروط بقى المناقصه المحليه لا تزيد قيمتها عن 200,000 جنيه. المناقصه المحليه لا تزيد عن 200,000 جنيه. يعني ما تقدرش تخلي حاجة بملايين يعني وتبقى اسمها مناقصة محدودة، مناقصة محلية، آسف، مناقصة محلية. كويس. طيب، تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة اللي هو الوزير أو رئيس الهيئة أو رئيس الجامعة كده. لازم اللجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية. فنية خاصة بالموضوع، يعني مثلا أنت عايز تشتري مثلا أجهزة للمعمل، لازم في دكاترة من اللي فاهمة الأجهزة دي هتعمل إيه وتشتغل إزاي وكده. مالية، يعني عشان ناس من الماليات في الكلية مثلا عشان يشوفوا الإجراءات المالية تبقى إيه وكلام زي كده. وقانونية، إن المناقصة تبقى طبقا للقانون، مش ما بتخالفش القانون في أي جهة من الجهات. لازم أي لجنة تبقى فيها مالي وقانوني وفني. مالي وقانوني وفني. ما في حالة الممارسة الداخلية يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة 250,000 جنيه. إذا كانت الممارسة الداخلية عدت 250,000 جنيه لازم يشترك معاك واحد من وزارة المالية. وكذلك عضو من إدارة الفتوى في مجلس الدولة اللي يمثل الجزء القانوني إذا جاوزت 500,000 جنيه. إذا جاوزت 500,000 جنيه. أما في حالة الممارسة الخارجية يجب أن يشترك في عضو اللجنة ممثل وزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت الممارسة الخارجية، إذا جاوزت مليون جنيه. يبقى كانت داخلية لو جاوزت نص مليون، ولازم أما الخارجية لو جاوزت مليون لازم يشترك فيها واحد من مجلس الدولة
إدارة الفتوى الخاصة بمجلس الدولة. يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات الممارسة أو المناقصة أن يتم التعاقد بالطريق المباشر بناء على ترخيص من خليكم معي، يعني الأمر المباشر مش لأي حاجة، رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو له سلطات في قيمة لا تجاوز 50,000 جنيه في المنقولات، يعني لو بيشتري حاجة لشراء المنقولات عنده 50,000 جنيه، أما في حالة المقاولات 100,000 جنيه لو هيبني حاجة، يعني مثلا حاجة مدرجة كسرت في حاجة ما عرفش ايه دي، لغاية 100,000 جنيه بالأمر المباشر، أكثر من كده لا. هنشوف امتى لو أكثر من كده يعمل ايه. ده اللي هو رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس الجامعة. الوزير المختص بدل 50 تبقى 100,000 لشراء المنقولات، وبالنسبة للمقاولات 300,000 خلاص، يبقى أكبر حاجة لغاية 300,000 مقاولات و 100,000 منقولات، ده للوزير. يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما في حالات الضرورة التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو مناقصة محلية أو مناقصة أو الاتفاق المباشر بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب. الحاجات الخاصة بالتسليح معفية من أي رسوم أو ضرائب. طيب لو الأرقام بقى أكثر من اللي قلناها من 300,000 حاجات، يجوز لرئيس الوزراء في حالة الضرورة أن يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة العمل والتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفق الشروط والقواعد التي يحددها. يعني ممكن يعني رئيس الوزراء من حقه أنه يصرح بالتعاقد بأمر مباشر. هنشوف بقى لغاية مبلغ كام. يكون الطرح على أساس مواصفات كافية وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ. يعني مثلا الحكومة بتشتري عربيات، يقول لك أنا عايز المكون المصري فيها ما يقلش على 40%، من حقك تكتب كده. يبقى الحالة دي أنت ده الهدف من ده إيه؟ الهدف من ده أن أنت بتشجع الصناعة المحلية. فلو بتقولت مثلا الشركات المجمعة في مصر، الشركات اللي بتجمع في مصر، فالشركات دي مثلا بتجيب الإزاز من مصر، بتجيب الكاوتش من مصر، بتجيب البطارية من مصر، حاجة كذا. المهم يبقى فيها مكون محلي نسبته قد ايه على حسب ثمن الحاجات اللي بتدخل من صناعات محلية بالنسبة للمبلغ الإجمالي بتاع العربية مثلا أو حاجة زي كده. فده نسبة الايه المكون المحلي. والهدف منه ايه يا شباب؟ الهدف منه تشجيع صناعات المحلية. ويقتصر تقديم العينات النموذجية. ممكن تطلب في المناقصة مثلا انت طالب سيراميك، تطلب انك تشوف عينة من حقك، يعني مثلا انا عايز نبلط مثلا حاجات كثيرة في الكلية، من حقك انك تطلب نموذج. خلاص. تقدم العطاءات في مصروفين مغلقين، احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي. ده مختلف عن ده، دول ظرفين مقفولين كل واحد لوحده. ويقتصر فتح مصاريف العرض الماليه على العروض المقبوله فنيا، يعني العروض اللي مش مقبوله فنيا ما بنفتحش العروض الماليه بتاعتها خالص، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات. يكون البت في المناقصات بانواعها عن طريق لجنتين، احدهما احداها بفتح المظاريف والاخرى بالبت في المناقصه. يعني في لجنتين، واحده فتح مظاريف والثانيه بتبت في المناقصه، على انه بالنسبه للمناقصه التي لا تجاوز 50,000 جنيه تبقى لجنه واحده تتولى فتح المظاريف والبت في المناقصه لجنه واحده. يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف قرار من السلطه المختصه اللي هو الوزير او رئيس الهيئه او حاجه زي كده. وتضمن هذه اللجان زي ما قلنا عناصر فنية أو مالية أو قانونية. كويس. ويجب أن يشترك في عدوية اللجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جوزت القيمة 250,000، وعدو لو جوزت 500,000 من إدارة الفتوى مجلس الدولة إذا جوزت 500,000 جنيه.
يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات. كويس، يعني لو في حاجات فنية اللجنة مش فاهمها قوي من حقها إيه تستعين بلجنة تانية. كويس، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفة الفنية وحسن السمعة. وللجنة البت، عارفين في لجنة فتح مظاريف ولجنة بت، أن تضم تلك اللجان من طال الاستعانة بهم من أهل الخبرة. تلغي المناقصة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. يعني إذا جت في لحظة معينة كده قال لك مش عايزين نشتري الحاجة دي، لو الميزانية والحاجات دي مش سامحة، ممكن تلغى، ممكن تلغى المناقصة. كما يجوز، خلي بالك يجوز مش يجب، يجوز إلغاها في الحالات التالية: إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبقى بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. في الحالة دي يجوز إنك تلغي المناقصة، وبتبقى بتلغيها بالنسبة للبند ده. البند يعني لو المناقصة بتنزل حاجات كتير، لو واحد بند من البنود متقدمش غير واحد هو اللي مطابق للمواصفات والباقي كله اترفض، يجوز الإلغاء مش يجب. إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات، تحفظات يعني واحد يقول لك هجيب لك الحاجة الفلانية دي بس اديني 50% مقدم، أو ادفع لي المبلغ بالدولار، دي اسمها تحفظات، دي اسمها تحفظات. الحالة دي ممكن تلغي المناقصة بناء على كده، أو يجوز إلغائها. يعني الشرط الثالث اللي ممكن يجوز الإلغاء فيها: إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية. إيه بقى القيمة التقديرية؟ بص شباب، يعني مثلا الكلية عايزة لابتوبس مثلا، فبيجوا مين اللي بيحط كراسة الشروط؟ بيبقى دكتور مثلا من كمبيوتر مثلا، يعني فبيجي يقول لهم اللابتوب اللي بالمواصفات الفلانية ده في السوق مثلا ب 12000 جنيه. فمفروض بقى ان العروض اللي تتقدم تبقى ب 12000 او اقل. اما لو زادت عن القيمه التقديريه دي، لان المفروض اللي بيحط القيمه التقديريه دي واحد عارف السوق كويس. بس الحقيقه يا شباب ان لو قلنا اللابتوب المطلوب يساوي 12000 جنيه، ف لما تيجي تحط انت، لو انت اللي بتحط كراسه الشروط، ما تحطش قيمه تقديريه 12000، لازم تحط على الاقل 15000. ليه؟ لان الشركه اللي بتاخد منك 12000 وانت واقف كده قصاد البياع ورحت مديله الفلوس، خد الفلوس خلاص خلصت. لكن في الكليه والحاجات الحكوميه على بال ما بتيجي الفلوس بتبقى وجع قلب، بتقدم في المناقصه وتدفع مصاريف ومش عارف ايه، وبعدين تورد الحاجه وتجي لك لجنه فنيه تستلم الحاجه، وبعدين لما تستلم الحاجة يتقدم تقرير لغاية ما يروح الماليات، يعني ايه فيها غلب. فعادة الحاجة ال 12 اللي موجودة في السوق دي موجودة 12 على اساس تدفعها من جيبك كاش، لكن لو هتاخدها عن طريق مناقصة بقى في الحكومة يبقى لازم تعمل حسابك في اكتر. يعني القيمة التقديرية لازم اللي بيحطها يبقى يعني مزود القيمة شوية عشان الحاجات اللي بقولها لك. كويس، لكن إذا زادت عن القيمة التقديرية يجوز إلغائها، ويكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت، ويجب أن يشمل على القرار التي بني عليه. يعني لازم تقول إن تم الإلغاء عشان هذه الأسباب. يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو أعمال الخدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز الزيادة فيها 15% عن قيمة أقل عطاء أجنبي. بص الشباب، إذا أنا مثلا عايز أجيب مثلا الحكومة عايزة أجهزة تكييف، ففي أجهزة تكييف مثلا متجمعة في مصر أو متقال إنها متجمعة في مصر أو حاجة كده، نفترض إن في جهاز تكييف فرضا بس عشان سهولة الأرقام، انه في اقل سعر اجنبي مثلا 1000 جنيه مثلا، زود عليه 15% يبقى 1150. لو في جهاز مصري ب 1150 ناخده ونفضله على ابو 1000 الاجنبي.
ده المعنى بتاع البند ده، يعني السعر اللي هو 1150، السعر 1150 لو كان مقابله اقل سعر لجهاز اجنبي ب1000 جنيه اخد ال1150 المصري، تشجيعا برضو للايه للصناعه المصريه. يبقى عندك في حاجتين بيشجعوا الصناعه، انه نسبه المكون المحلي لو انت اشترطت عليه، او ان انت بتاخد الجهاز المصري حتى لو اغلى من الاجنبي ب15%، ب15%. كويس. يجب ان يقدم مع كل عطاء تامين مؤقت تحدده الجهه الاداريه مبلغه ضمن شروط الاعلان. ده بيبقى ضمن شروط، لازم تقدم تامين مؤقت لا يجاوز 2% من القيمه التقديريه. يعني وانت بتقدم العرض بتاعك، الشركه اللي بتقدم العرض لازم بيبقى مكتوب ان مبلغ التامين مؤقت قيمته كذا. على فكره ده بيبقى موجود لكل بند، يعني البند دوت 2% بتاعته كذا، البند ده 2% بتاعته كذا وهكذا. ليه؟ لان ممكن تبقى الكليه مثلا يعني عايزه تشتري سيراميك، وعايزه تشتري لابتوبس، وعايزه تشتري اجهزه تكييف ومش عارف ايه، فموضوعات مختلفه. فيقول لك البند بتاع مثلا اللابتوب ده التامين بتاعه كذا، السيراميك بتاع الارضيات ده التامين الابتدائي بتاعه كذا وهكذا. فانت بتشوف الجزء اللي يخصك، يعني انت لو انت شركه بتبيع بتشوف الجزء اللي يخصك بتدفع 2% بس. هم بيبقوا محددينها في كراسه الشروط، بيقول لك تامين ابتدائي في الموضوع ده تامين مؤقت كذا، تامين مؤقت كذا، لكن لا يزيد عن 2% من القيمه التقديريه. ويجب رد التامين المؤقت الى اصحاب العطاءات الغير مقبوله، اللي هي يعني انت فنيا الشركه دي العطاء بتاعها مش مقبول، العطاء بتاعها مش مقبول. لو العطاء بتاعها مش مقبول بتاخد الظرف الفني بتاعها. طبعا المالي ما بيبقاش اتفتح، لان اللي بيتفتح هو بيتفتح المالي بتاع العروض الفنيه المقبوله بس. ودي بقى ازاي؟ ففي الحاله دي الشركه هتاخد العرض الفني بتاعها وتاخد التامين المؤقت وتمشي، المالي طبعا مش هيتفتح وتاخده اي مره ثانيه. كويس. على صاحب العطاء المقبول ان يؤدي خلال 10 ايام تبدا من اليوم التالي من اختاره بكتاب موصل عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التامين النهائي الذي يكمل التامين المؤقت بما يساوي 5% من قيمة العقد. كويس. أما التي تبرم مع متعاقد من الخارج يكون خلال 20 يوم. يعني بصوا شباب، يعني دلوقتي الشركة دفعة تأمين مؤقت 2%، لو رسي عليها إن هو لأن دي أحسن شركة وأحسن سعر عندها يبقى هتكمل ال 2% يبقوا 5%. تكمل 2% يبقوا كام؟ يبقوا 5%. عشان وده خلال 10 ايام من اختارهم من الشركه من الجهه الحكوميه ان العطاء بتاعهم مقبول، يجوا يكملوا خلال 10 ايام بقيه المبلغ. ويجوز بموافقه السلطه مد المهله بما لا يجاز 10 ايام. لا يؤدى التامين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رأس عليها توريدها وخبرتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي. يعني إيه؟ يعني الشركة دي مفروض أنها تورد أجهزة تكييف، وهم اختاروها إن خلاص العقد رأس عليه خلال الفترة بتاعت 10 أيام اللي المفروض يكمل فيها التأمين المؤقت، يبقى تأمين نهائي برد الأجهزة وقوبلت الأجهزة. في حالة دي ما يقدمش بقى التأمين النهائي، ما يكملش المبلغ التأمين المؤقت عشان يبقى تأمين نهائي، لأنه خلاص سلم الأجهزة، سلم الحاجات. في حالة دي لا يؤدى.
إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين في المدة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب اختار بكتاب موصل عليه بعلم الوصول. على فكرة ده في ده نوع من البريد يا شباب، إنك تبعت جواب اسمه موصل عليه بعلم الوصول. يعني في الحالة دي لما بيوصل الجواب الراجل اللي تبعت له بيمضي، والورقة بتاعت إمضاءه دي ترجع للي بعت جواب تاني. ده اسمه جواب موصل عليه بعلم الوصول. لو واحد ما قدمش التأمين النهائي بقى خلال الفترة، من حق الجهة الإدارية إلغاء العقد أو تنفيذه بأحد مقدمي العطاءات التالية لعطاء حسب ترتيب أولويته. يعني واحد ما قدمش التأمين النهائي في الحالة دي خلال 10 أيام دول، لو خلصوا 10 أيام يروحوا للسعر بتاعه يعني التاني من ناحية الغلو. يعني مثلا ده كان راس عليه بيقول لي الجهاز بألف جنيه، هيروح اللي بعده اللي هو يقدم الجهاز بألف ومية يدوله العقد. ليه؟ لأنه ما قدمش التأمين النهائي خلال فترة العشر أيام اللي مسموح له بيها، من حقهم انهم يدوا للتالي. كويس. يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب نظير خطاب ضمان معتمد، وذلك في الحدود وفقا للشروط والاجراءات التي تبينها اللائحه التنفيذيه. يعني ايه؟ يعني لو واحد هيورد لك اجهزه فيقول لك اديني حاجه تحت الحساب من المبلغ، عايز مثلا مليون جنيه من الحساب تحت المبلغ، تاخد منه المليون جنيه بس ما تديلوش مليون جنيه كده. لا ما ينفعش. انت بتديله مليون جنيه في مقابل خطاب ضمان معتمد من البنك بقيمه مليون جنيه. يعني ايه؟ يعني بيبقى محجوز للجهة الحكومية مبلغ مليون جنيه عند البنك بتاع الشركة، عند البنك بتاع الشركة. يعني ده من حساب الشركة، المليون جنيه متجنبين دول، ما ينفعش ان الشركة تتعامل فيهم، ما ينفعش ان الشركة تتعامل فيهم. وبالتالي يبقى انت بتاخد بتدي دفعة مقدمة بشرط انك تاخد في مقابلها خطاب ضمان. طب الضمان ده معناه ان المبلغ اللي هو خده الراجل ده قاعد متجنب ومحدش بيلمسه لغاية ما يورد الاجهزة، وبعد في الحالة دي بيسلموه خطاب الضمان ده، يروح للبنك يديه البنك تاني فتتحرر الفلوس بتاعته. ماشي. يبقى ممكن ياخد دفع مقدمة في مقابل خطاب خطاب اعتماد، خطاب ضمان من البنك. إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مدة إضافية على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، حيث لا يجاوز مجموع الغرامات 3%. يعني إذا الراجل اتأخر في التنفيذ ممكن جدا انك يا اما توقع عليه غرامات او ممكن تديها لواحد تاني. يعني ممكن تلغي وتدي لواحد تاني. يعني بالنسبه للمشتريات يبقى الغرامه لا تتجاوز 3%، وبالنسبه للاعمال الانشائيه 10% من قيمه التعاقد. زي ما اتفقنا احنا بنمشي على الحاجات اللي نتعلم عليها. بس يفسخ العقد نهائيا، قصدي تلقائيا، في الحالتين الاتيتين: اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بواسطه غيره الغش او التلاعب للحصول على العقد. اذا كان في اي نوع من الغش يلغى على طول العقد. الحاله الثانيه إذا أفلس المتعاقد أو أعسر، يعني ما عندوش فلوس، الشركة بتاعته فلست، خلاص يتلغي العقد. يبقى بيتلغي العقد في حالتين: لو فلس أو لو حصل اللي كان حصل على العقد بطريقة أو بأخرى، بطريقة ملتوية أو بطريقة غير قانونية. الحالة دي بيتلغي العقد على طول. ويصدر اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها بسجل الموردين والمقاولين.
يعني اذا ثبت عليه انه بينصب او فلس خلاص بيتشطب اسمه من سجل الموردين او المقاولين، وتقتل الهيئات الحكوميه الهيئه العامه للخدمات الحكوميه بذلك عشان تشطب هذا الشخص. يعني اذا الراجل ده نصاب او فلس بيتلغي العقد، نفس الوقت بيتبلغ الكلام ده للهيئه الحكوميه المسؤوله عن التعاقدات والحاجات، بحيث ان هم يشطبوا اسم نهائي، يشطبوا اسم نهائي. دي في جميع حالات فسخ العقد، وكذلك في حالة تنفيذ عقد يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية. يعني لو ألغوا التعاقد معاه للسببين دول، إذا كان هو فلس أو لو إذا كان حصل بالتدليس أو بطرق غير مشروعة على العقد بتاع البنك، يبقى خلاص لو ثبت الكلام ده يبقى التأمين النهائي بتاخده الجهة الإدارية. كل الحاجات دي اللي انا مش متخطط تحتها يبقى ايه مش عايزين. يتم الاعلان عن المناقصة العامة في الوقت على مرتين في صحيفة او صحيفتين يوميتين، لازم صحيفتين يوميتين، ويجب أن يبين في الإعلان الجهة التي تقدم لها العطاءات وآخر موعد لتقديم العطاءات والأصناف المطلوبة ومبلغ التأمين المؤقت والتأمين النهائي وتمن نسخة كراسة الشروط وملحقاتها. كويس. وأي بيانات أخرى تحب الجهة الإدارية أنها تضيفها، يعني مثلاً تسليم المعدات هيبقى في مخزن الشركة مثلا، ومخزن الشركة موجودة في المكان الفلاني، لأن الكلام ده بيفرق في تكلفة النقل، في الحالة دي إنك تضيف معلومات مفيدة لل أوكي. ويتم الإعلان عن المناقصات الخارجية في مصر والخارج باللغتين، لو كانت المناقصة يعني تطرح عالميا فيطلب إلى سفارات الدول الأجنبية، بيبلغوا سفارات الدول الأجنبية على أساس أن السفارات والحاجات دي تعلن للشركات بتاعتها هناك عن هذه المناقصة. تحدد مدة هنا دي 10 أيام على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصة من تاريخ أول إعلان في الصحف، يعني فترة بتقدم فيها العطاءات هي 10 أيام من ظهورها في الصحف، من ظهورها في الصحف. يراعى تضمين شروط الطرح المدة المناسبة لسلنا العطاءات بحيث لا تزيد عن 3 أشهر. يعني العطاء يعني يقول ان انا هخلص توريد او اخلص مثلا شغل في الحاجة البنية ما يزيدش عن 3 أشهر، فترة سلنا العطاءات 3 أشهر مش اكثر من كده. يقوم رئيس لجنة فتح النظري بفتح صندوق العطاءات في الساعة 12:00 في اليوم المعين لفتح المظاريف الفنية كآخر موعد لتقديم العطاءات وعليه اتخاذ الإجراءات وفقا لترتيب الآتي. يعني إيه؟ إحنا بنقول تقدم العطاءات، أنت العطاءات بتفضل مقفولة، يعني الأظرف دي لغاية اليوم اللي تقدم فيه فتح العطاءات الفنية. بيتم الكلام ده ازاي؟ يقول لك في اليوم الفلاني الساعه 12:00، القانون محدد الساعه 12:00. اولا اثبات الحاله التي وردت على العطاءات بعد التحقق من سلامتها، يعني وصلنا ظرف مقفول مش عارف ايه كلام زي كده من الشركه الفلانيه، القيام بحصر العطاءات واثبات عددها في محضر،
بتقدم لنا 9 عطاءات ازاي من شركه كذا وكذا 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 وكذا. خلاص التحقق من وجود لازم قبل ما يفتحوا المظروف الفني يتحقق ان في مظروف فني ومظروف مالي، مظروفين منفصلين مقدمين على كل عطاء، هدوما الفني والتاني مالي، واثبات ذلك في المحضر. ترقيم العطاءات على هيئه كسر اعتياد، يعني تقال ايه انا متقدم 9 عطاءات، ده 1/9، ده التاني 2/9، 3/9، وانت ماشي كده لغايه ما يبقى فيه 9/9، ده اللي اسمه هيئه كسر اعتياد. بس رقم العطاء ومقدمه عدد العطاءات الوارده، وإثبات رقم كل عطاء على المظروف الفني. المظروف الفني مكتوب عليه دي ده 4/9 وهكذا. وعن المظروف المالي اللي بيكون متحفظ عليه ومغلق. اوكي. بعد كده إعادة وضع المظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها داخل صندوق العطاءات. تفتح المظاريف يعني بعد ما اثبتها وهي عددها كم واحد و تتفتح بالتتابع، وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنه رقم العطاء عليه وعلى كل اوراق بداخله. يعني فتحت العطاء رقم 4، هو كم ورقه من جوه؟ 20 ورقه. اكتب على كل ورقه فيه 4/9، اكتب على كل ورقه فيه 4/9 عشان يبقى دي العرض الفني بتاع الشركة 4/9. ترقيم الأوراق بداخل كل مظروف وإثبات عدد تلك الأوراق. يتقال بقى إن إيه إن العرض بتاع الشركة رقم 4 كان 20 ورقة، كله مكتوب، كل ورقة فيها مكتوب عليها كام؟ 4/9. تسليم التأمينات المؤقتة لمندوب الحسابات بعد توقيعه، لازم يتأكد طبعا ان في عرض فني وعرض مالي والتأمين المؤقت مدفوع، ده لازم يتأكد منه. تسليم التأمينات المؤقتة لمندوب الحسابات بعد التوقيع بالاستلام عليه، ده من ضمن المهام لما بيجوا يفتحوا ايه المظاريف. لو في عينات مطلوبة يبقى بتراجع اذا كان في عينات، زي ما قلت لكم ممكن تطلب بعض عينات. كل ده لازم يتم في جلسة واحدة. أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية يجب تقديمه فور وصوله إلى رئيس اللجنة لفتحه والتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده. يعني لغاية لحظة الفتح ممكن شركة تعدل، بس ده يثبته رئيس اللجنة، يعني يقول إنه ورد من الشركة الفلانية، لأن إيه أنت بتعتبر لغاية دلوقتي ما أنت ما تجاوزتش إيه؟ ما تجاوزتش الفترة اللي هي المطلوبة، انت جيت في اللجنة نفسها وعملت تعديل، هل ممكن؟ اه ممكن، اه ممكن. زي ما قلنا تشكيل اللجان بيبقى بقرار من اللجنة المختصة، من السلطة المختصة، وعضوية زي ما قلنا فني ومالي وقانوني. للجنة فتح المظاريف انها تستوفي من مقدم العروض عن اي بيانات تكون عايزة تستفسر عنها. على اللجنة ان تبين بالتفصيل الكافي اوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تصفر الدراسة عنها. يعني انت دلوقتي بتقول الشركة رقم 6 دي مرفوضة، لازم تقول التفاصيل، مرفوض عشان بند الفلاني مقدمينه كذا واحنا عايزين كذا. يعني مثلا عايزين عربيات نقل تنقل على الاقل 2 طن، الشركه مقدمه 1.7 طن، ما ينفعش، يبقى هي مخالفه في البند ده وهكذا. يبقى لازم اسباب الرفض تتقال. اذا اختلف اعضاء لجنه البت في الراي حول قبول او رفض اي من العطاءات يتم اثبات ذلك في محضر اللجنه ويكون الفصل للسلطه المختصه. يعني اللجنة بتاعت البت اللي اختلفت يقولوا. بعد اعتماد توصيات لجنة البت من السلطة المختصة تتولى إدارة المشتريات اختار مقدمي العروض المقبولة فنيا بموعد انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية. يعني اللي بيتقبل فنيا يبلغوه.
فيقولوا له هنفتح المصاريف الماليه يوم كذا، كويس، عشان يبعثوا المندوب بتاعهم. المصاريف الماليه ما تفتحش غير قدام مندوب الشركات، ويجب مراعاه انقضاء 7 ايام على الاقل من تاريخ الاعلان اسباب القرارات اللي هي الرفض مثلا الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية، وبين تاريخ إرسال الاختيارات بموعد فتح المصاريف المالية. يعني فتح المصاريف المالية على الأقل تبقى بعد أسبوع من قرار البت إن ده مقبول وده مرفوض، فبيجيبوا بقى بعد كده المقبولين فنيا ويفتحوا المصاريف قدامهم وياخدوا أرخص واحد فيهم إذا كانت إيه، إذا كانت دي مناقصة، إذا كانت دي مناقصة. تتولى لجنة البت المفضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من النواحي الفنية والمالية، مع الأخذ في الاعتبار شروط توفير الضمان. بص شباب، ممكن، بس ده لازم يكون منصوص عليه في المناقصة، إن أنا آخر يعني ما هدي مثال، مكنة التصوير مثلا، عايزين مكنة التصوير في هيئة حكومية تكون على الأقل بتعمل 10 ورقات في الدقيقة. طب واحد قدم 10 ورقات في الدقيقة، واحد قدم مكنة تانية بتعمل 20 ورقة في الدقيقة. ده مطابق فنيا وده مطابق فنيا، لأن أنت قلت 10 ورقات في الدقيقة، واحد قال بيقدم 10 ورقات، تاني مقدم 20. هنا في الحالة دي هتقول لي ما يبقى أنا من حق أن أنا أخذ 20، مش من حقك قوي لو هي مجرد مناقصة، ما تقدرش تستبعد اللي مقدم 10 ورقات في الدقيقة انه غلطان، لان انت طالب 10 ورقات في الدقيقة او اكتر، بس بدام هو جاب 10 ورقات في الدقيقة لازم يبقى مقبول. الا لو انت قلت ان انا هيبقى الحساب بطريقة النقاط، الحساب هيبقى بطريقة النقاط، بياخد في الاعتبار بقى ايه عدد الورق اللي بيطبع في الدقيقة الواحدة كام. فانا في الحالة دي لو وديت لبتاع 10 ورقات في الدقيقة 10 نقط، لكن حد بتاع 20 نقطة، يبقى في الحالة دي أفضل ده عن ده. بس لازم يكون متقال إن نظام المناقصة بنظام النقط، بنظام إيه النقاط، لكن في العادي لا، ما تقدرش تقول له أنت وحش خلاص. طبعاً دايما من ضمن الشروط يعني يتوفر قطع الغيار والمستلزمات التشغيل وكده، إذا كانت أهي زي إذا تضمنت شروط الطرح تقييم العروض بنظام ده نظام النقاد، زي ما قلت لك ياخد الفني والمالي، يتم ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية المقارنة كل عطاء على مجموع النقط الفنية، كويس. تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار إذا استغني عنها زي ما قلنا، ويجوز إلغاء المناقصة زي ما خلي بالك يجوز مش يجب، إذا لم يقدم سوى عطاء واحد بعد العطاءات المستبعدة، أو إذا كان في تحفظات، أو إذا كانت قيمة العطاء المقبول أعلى من القيمة التقديرية. هنا هنتوقف هنا شباب، وهنبدأ المرة الجاية إن شاء الله في صفحة 115. هنبدأ المرة الجاية من صفحة 115. في أي أسئلة يا شباب؟ تمام يا دكتور. خلاص؟ هنشوفكم على خير الأسبوع الجاي بإذن الله. مع السلامة.